حياتي عن إنشائي وسادتي. أهلا وسهلا بكم على متن الحقوق الكتابية، الرحلة رقم 577 والمتجهة بمشيئة الله ورعايته نحو تعدد. أرجو من السادة الركاب ربط الأحزمة ومسار الرحلة سوف يكون بإذن الله نحو الجنوب. درجة حرارة الطقس 27 درجة مئوية، رياح شديدة، ربما يواجه الكابتن بعض المطبات الهوائية. اللهم أنت الصاحب والسفر والخليفة والإنسان والمال.
الرجل الذي يطلب المساعدة له يفترض ان يعني المسلم يساعد اخي المسلم، ولكن الشكل يلعب دور. يعني واحد داق اللطمه واقف يطلب المساعدة، طيب معليش يعني اوكي اطلب المساعدة، بس ليش داق لطمه؟ ليش متلثم يعني بالشماغ وموجي وجهك؟ يعني يا مجرم ولا مسبوق؟ لذلك الشخص العادي اللي بيطلب مساعدة ما راح يكون متلثم، راح يكون كاشف الوجه. هذه والله المستعان.
منطقة عواصف رملية مشكلة، لأن أمس في الليل سويت غسيل الصروال حقي والفنيلة وغسلتها من قلب، يعني سويت له غسيل بالشامبو وغسلت الصروال طلع أسود يلج يعني كأنه جديد، لأن رحلة أمس كانت كلها عواصف رحلة الأرضاوية، يعني تخيل كان لون السروال أسود كاتل مشهب من كثر التراب، بعد ما غسلته الحين قلب لونه طلع لونه أسود غامق جديد، فالآن يعني خوفك إنه يتوسخ مرة ثانية وأقعد أغسله بالليل يعني شغلة ضبوي. كذلك
39 كيلو. Yeah.
طريق للشرق، وفي طريق شرقي، وفي طريق غرب، وفي طريق الرياض، ديراب، الزحمين، برما، برما، الوشم، وطريق الرياض اللي هو اللي يربط الرياض بحرملة وغادر وتلبيس وأيضا يمر على الربع. كل هذه هي الطرق، هي طريق شرقي وطريق غربي، هذا يعتبر الطريق اللي هو الشرقي.